تصدر فيديو احتجاج شاب نقابي تحت عجلة الترامواي بالبيضاء الشهر الماضي الترندنج العربي، وأثار هذا الفيديو موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين المغاربة. ورجحت عائلة النقابي يوسف بن قبال السبب وراء احتجاج ابنها هو امتناع شركة ترامواي عن صرف أجور العاملين بها لمدة شهرين كاملين، كما جاء على لسان والدته السيدة سعدية بن قبال. السلام عليكم، أنا الأم ديال بن قبال يوسف اللي كان اللي دار ديك الواقعة تحت من ترام كيطالب حقوقه، وهو خد عامل في ترام لمدة 10 سنين كل واخد بالترام، ودابا دار ديك الواقعة على قبل حين ما خلصوش في حقوق ديالو، خشى تحت من ترام باش ماشي ناوي ينتحر، لا باغي حقوقه كيطالب حقوقه حيت حقوقه مهضومه داكشي علاش. وكانوا غيديروا وقفه احتجاجيه، كانوا غينعسوا في السكه ديال الترام هو والعاملين، وما داروهاش حيت دخل فيها العميل ديال البرنوصي، على ما قال لي ولدي وعلى هادشي ولدي تشد ودات في الجنايات المره الاولى، وداز عاوتاني لغد لي في الابتدائيه وطلقوه. ونهار الخميس في الليل تلقاو لي البوليس هنا في الشانطي ديال التشارك، وداو ما سمعنا لا خبر لا والو، تقالوها لنا عام الناس، قالنا انا ولدي صحابني ما عرف مسافر وعارفين، هو راه مسجون في الكوميساريه، ما داز في المحكمه حتى نهار السبت، وداز في الجنايات، ودابا نيت راه باقي كيدوز في الجنايات. واش دار ولدي باش يدوز في الجنايات؟ علاش ولدي ومكرفس ولدي في بكاش شهر ديال الايام يدي فيه ويجيبو فيه؟ قالو لا شي جدار جدار ولدي، طالبة بحقه ولدي، طالبة بحقه ما حتى حاجة، طالبة بحقه. لا اله الا الله، انا بزاف عليا، وانا مرا كبيرة ومريضة، مرات فيا وكنستعمل الكروسة باش نمشي نزورو العكاشة. لا اله الا الله، وصافي لا اله الا الله، كيعوف عليا من ديك الخصة اللي كياخد واخا كان كاري بوليداتو، عندي جوج ولاد زايد 84، بنيتي ولدي عطاو الحرية ديالو، ما دار والو ولدي، ما دار والو ولدي، راه تيصلي وكيخاف الله وعباد الله كتوقرو وكيحترم عباد الله وكلشي كيشكرو، حتى عاد ما كنذكرهمش كلمة ديال الخيبة. عمرو ما تشد، عمرو ولدي ما تشد، عمرو ما تشد، عمرو ما تشد ولدي. بينما تساءلت خالة بن قبال عن سبب إعادة اعتقاله رغم الإفراج عنه في المرة الأولى. السلام عليكم، أنا خالة داك السيد يوسف بن قبال اللي دار داك ملي احتجوا تخشب تحت الترام، هو تخشب تحت الترام على قبل باش ياخذ الحقوق ديالو، حنا 3 شهور ما عطاهمش الحقوق ديالو، وملي دار ديك الحالة كانوا شدوه دوزوه في الابتدائية وطلقوه، ودوزوه في الجنايات وطلقوه، ومن بعد شدوه، حنا بغينا نعرفو علاش شدوه، وداك الدري نقابي والله عمر هضر، ما تيدير حتى شي حاجة اللي تتغضب الله، هو داخل سوق راسو وولد الله عمر هضر، ماشي أنا حنت خالتو غنقول في هاد الكلام، راه كاع الناس كلها تتقول في هاد الكلام، لا في التشارك ولا في المدينة القديمة، حنت هو أصلا ولد المدينة القديمة. وحنا بغينا داك الدري ولدنا يعطوه غير الحريه ديالو ويشوفو غير مو ما كبيره تتعاني من مرض القلب اولا، طونسيو ثانيا، السكر ثالثا، وفاتحه مسكينه على رجلها وتدير غير كروسه باش تمشي تزورو، كون تشوفو الحاله ديالها كيفاش تمشي تزورو في الكاشه، نتوما تتبقى فيكم الانسان واخا يكون القلب ديالو ديال الحجر وتبقى فيه. وزعما اش غنقول لك، حنا طالبين غير بالحريه ديال داك الدري، حنا ما طالبين منكم والو غير داك الحريه ديال داك الدري المسكين، طلقوه لميمتو راه تيصرف عليها وراه تيعاونها، راه هو اللي تيشيلها الدرو، راه هو عينيها هو يديها هو رجليها، هذا الشيء اللي بغينا منكم. ومن جهتها طالبت اخت يوسف السيده حنان بن قبال بالافراج عن اخيها الذي طالب بحقوقه ليحتضن ابنه المصاب بالتوحد حسب قولها. السلام عليكم، معكم حنان بن قبال، اخت ديال يوسف بن قبال اللي هو حاليا مسجون في عكاشه. الاخ ديالي هو اللي كان دخل تحت الترام هادي شهر، هو نقابي
وكيطالب بحقوق ديالو لانه ما مخلصينهمش او بالاحرى ما خلصوش شهر 12 في دجنبر ديال داك السنه اللي فاتت وجونفي وفبراير ودابا حنا في مارس. دابا حاليا انا خويا مسدود وخويا كيطالب غير بالحق ديالو يعني خلاصه كما قالت ماما كما قالت خالتي هو اب الاول جوج الاولاد ولد وبنت. الطفل ديالو عنده التوحد يعني راه الولد ديالو عنده بزاف ديال المصاريف بالنسبه للمرض ديالو. الام ديالي مريضه حتى هي هو اللي كيعاونها وحنا حاليا كنطالبوا غير بالحريه ديالو لا غير.